تعقد وزيرة الهجرة نبيلة مكرم اليوم مؤتمرا صحفيا للكشف عن إجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتسهيلات التي أعدتها اللجنة العليا للانتخابات. ومن المقرر أن تعقد الانتخابات خارج مصر في 16 من مارس ولمدة 3 أيام، وفي حال الإعادة تجرى في 19 من إبريل وتستمر لـ3 أيام أيضاً.